يعني في واحد تيك توك وبنت لي واحد سيارة الأجرة الصغيرة ديال مدينة أكادير من نوع بيجو 205، سيارة مهترئة راكبين فيها شي سياح، يعني سيدة كبيرة في السن وواحد سائح فرنسي والزوجة ديالو، وتهضروا على الحالة الميكانيكية ديال السيارة أنها سيارة مهترئة. فعلا تأكدت من الفيديو أنه داك شي صحيح، وتبحثت على الرقم ديال السيارة وعرفت بأن ديك السيارة فعلا تتخدم، رغم أنه ما تيتقدمش العملية ديال تنقية البوينتاج، ما تيتقدمش عند البوليس وخدام في المدينة تيدور. اضطريت نشر هذاك الخبر في الصفحة ديال الجمعية اللي فيها تقريبا أكثر من 120,000 ديال المهنيين، بغيت نصيفط لهم الرسالة أنه كفى ستوب، هذا الشيء ما بقاش يعني ديك المسألة الاجتماعية، لا حنا الظروف هذا، لا، اللي ما قد على القطاع يتخلى عليه، واللي كاين شي مشكل تيعرقل تجديد الأسطول خصنا نواجهوه، إلا كاين شي مشكل عند السلطات المحلية نواجهوا السلطات المحلية، إلا كاين عند أرباب الطاكسيات أصحاب المأدونية الرقص تيعرقلوا هاد الشيء ديال تجديد الأسطول خصنا نواجهوه، وإلا كان عند الناس اللي تيستغلوا الطاكسيات وتيتموتوا وما بغاش يبدلوا يعني وتيجمعوا الفلوس وما تيبغوش يخسرهم حتى هما غادي نواجهوهم، لأن المدينة مدينة سياحية وحنا خصنا نتنافسوا مع مجموعة ديال الشركات الغير القانونية اللي الآن تيقدموا خدمات بسيارات جديدة وبسيارات يعني لا بأس بها، ما نقولش شي حاجة يعني هاي كلاس، ولكن سيارات لا بأس بها. الأسطول تجدد وصلنا فيه تقريبا 80% ديال السيارة تجدو، وكاين اللي بدل السيارة جوج خطرات مدة 5 سنوات تيبدل السيارة بالنسبة للصنف الثاني للتاكسي الصغير، وبالنسبة للتاكسي الكبير عندهم 10 سنوات حتى هما يلاه بداو تيجدوا، كاين اللي شد الملحة جوج خطرات، كاين 30% من الثمن ديال السيارة. لكن المواطن العادي اللي تيركب الطاكسي ملي تيركب هذيك السيارة وتيشوف ديك الحالة ما بقاش تيقول راه كاينة 80% ولا 90% ديال الطاكسيات جداد ونقيين وكذا، لا، تيقول الطاكسيات يعني خنزين، طاكسيات ما فيهم ما يتشاف، طاكسيات كذا. ألو حنا كممثلين ديال القطاع، خاصة أنا كرئيس جمعية أرباب ومستغل وسائقي سيارة الأجرة الصغيرة، خديت المسؤولية ديالي وقلت اللهم إن هذا منكر، أن شي خصو يتستوب وخصو يوقف. انا كنت من الناس اللي كنت تندفع على تندفع بالمهنيين باش يجدوا الاسطول في 2012، كنت من وراء مجموعه ديال الاقتراحات اللي استفدوا فيها المهنيين، ديال الكونتورات جداد، ديال البورت باجاج، ديال نسبغوا لهم الطوموبيله وما يخلص فيها والو، تخلص واحد الشركه معينه، ديالنا يعني سلفات بطريقه يعني مزيانه اللي يستفد منها المهني، درنا اتفاقيه مع شركه ديال تدفع الطوموبيلات صبغت لنا الطوموبيل بنفس اللون يعني. ولكن ملي دازت من 2012 لدابا راه 10 سنين هذه، بان لينا ان البعض ما بغاش ينخرط في هذه العمليه ديال تجديد الاسطول، وباقي يعني في ديك خدام بديك السياره القديمه. انا تنقول الصنف الاول الصنف الثاني، كاين اللي عنده 240 وكاين، حنا عارفين بان كاين مشاكل، وهاد المشاكل هادو خصنا نواجههم بصرامه وبالضغط باش هما اللي زاكريمو يجددوا العقود مع المستغلين، او اللي يجي يتفاهم معاه ويشري عنده ديك الطوموبيله القديمه ويعوضو ويمشي يخدم الطاكسي ديالو هو راسو ويجمع ويجي هو سياره. اما داكشي العقليه ديال بغينا الحلاوه بغينا الفلوس، لا ما نبدل ليه، تعطيني 20 مليون 30 مليون داكشي انتهى. وتنخبركم في يعني ونعطيكم واحد الخبر يكون حصري، انه يوم 4 نوفمبر 2023 سيتم يعني وضع اعلان موقع من طرف والي جهة سوسمة الصدرعة أن كل سيارة يتجاوز عمرها 10 سنوات بالنسبة للصنف الثاني التاكسي الصغير و15 بالنسبة للتاكسي الكبير غادي توقف عن السير، ما غادي تخدمش. حنا كمهنيين غادي نطلبوا مهلة ديال شهر، نعطيو الناس فرصة ديال شهر باش يمشيو يبدلوا الطوموبيلات، يعني بداية السنة المقبلة 2024 غادي تعرف في المدينة مجموعه ديال غيتبان مجموعه ديال السيارات الجداد تيدوروا في المدينه، لا الطاكسي الكبير لا الطاكسي الصغير، وغيبان لهم الحديد القديم غادي ينقرض، وحنا غادي نخرطوا في هذه العمليه. لكن نقطه واحده، مشكله واحده اللي غادي يعني تواجهنا هي اصحاب الرخص المأدونيات اللي ما بغاوش يجددوا العقود، غادي نطلبوا من السيد الولي اي واحد ما بغاش يجدد العقد خص تسحب ليه ديك الرخصه وتبلوك عليه وتدوز في اللجنه ويعاقبوه ويديو ليه ديك الكليمه واحد عام، ولما لا كاع ما تلغى خصها تلغى. لكن من الحق من هاد المأدونيه ما نفرضوش عليه شي حاجه اللي ماشي قانونيه، الا عنده في العقد ديالو 6 سنوات
يعطيوه واحد واحد عقد ديال 6 سنوات، عنده 4 يعطيوه 4، عنده 12 يعطيوه 12، عنده 8 يعطيوه 8، عنده سنتين يعطيوه سنتين، لان ما يمكنش تفرض على واحد بقى تيه العقده العقد الكيره باقي فيه 3 سنين وتجي تقول لي دير 12 عام وكذا، ما يمكنش ما يمكنش هذا. الا مشى للمحكمه الاداريه غادي يربح العماله. ولهذا باش نكونوا واقعيين، اللي بغى يجدد بالعقد ب 12 عام يجددوا، اللي بغى يعطي المستغل غير المده المتبقيه ليه ويسمح ليه باش يبدل الطوموبيل يبدلها. لكن المشكل الوحيد اللي غادي يكون هو الناس اللي داروا العقود العرفيه من وراء 2012، هذا مشكل غادي نطرحوه في العماله لعل وعسى نلقاو ليه الحل، والمهنيين هما اللي غادي يفهموا هذه الرساله هذه، انه كان واحد القرار تيقول ممنوع ابرام العقود العرفيه يعني من بعد 2012. اي عقد خصو يكون ديال العماله ديال العماله اللي تنقول ليه عقد التفويض النموذجي، او اللي يكون عنده عقد يعني موقع قبل 2012. ارور هذا ملف كبير، وحنا كجمعيه مستعدين نتحاوروا مع السلطات المحليه وندفعوا بالمهنيين باش ينخرطوا في هذه العمليه.